والله فخور جدا وسعيد جدا وريليفت جدا وكل المشاعر الحلوه حاسسها، لانه محمد الشرباجي كان يمكن رقم واحد العالم لسنين وسنين، وكان جوه التوب فور او من احسن اربعه العالم، فعمرك ما كنت تقدر تلعب معاه في دور الثمانيه. للاسف تصنيفه رجع دلوقتي، فبقى كابوس ان انت تلعب مع محمد الشرباجي في دور الثمانيه. اول مره العب في احلى البطولات العظمى مع بعض في دور الثمانيه من 2017، فده يدل قد ايه هو لعيب يعني في القمه بقاله كتير قوي. فان انا كنت العبه وكنت مشدود جدا بقالي يومين عشان قد ايه هو لعيب جامد. فان انا كسبت اول شوط ده فرق جدا معنويا، اداني انا ثقه شويه ويمكن احبطه سنه، بتفرق دايما العامل ده يعني. بس وقدرت اطبق بقى الجيم بلان بتاعتي او الخطه اللي كنت عايز العب بيها في الشوط الثاني والثالث، قدرت افوز بالمباراه، فالحمد لله سعيد جدا 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 والله. يعني الحمد لله ربنا بيقدرك وتوصل للحلم اللي انت كنت عايز توصل له، رقم واحد. التصنيف ما بيبقاش خلاص بقى هو اللي في دماغك طول الوقت، اكيد ببقى عايز افضل رقم واحد، بس مش ده اكتر حاجه في دماغي. انا عايز ابرفورم كويس وادي بشكل كويس واكسب عدد القاب على قد ما اقدر كتير، بس التصنيف مش في دماغي. بس طبعا ايه السبب يعني، تقدر تسال كابتن كريم درويش اكتر مني، هو اللي معايا كل يوم وبيرشدني او بيجايدني اتمرن ازاي، ايه اللي محتاج اشتغل عليه. وانا زي اي بني ادم لما بتغر شويه بينزلني سبع ارض، لما ببقى قاسي على نفسي شويه وما عنديش فتره وما عنديش ثقه بيفوقني، ودايما بيلاقي الموازنه الكويسه يعني. ومش كابتن كريم بس الحقيقه يعني، والدي ووالدتي هي بدات من هنا اصلا، من الحته دي. وانا اسف وما اعرفش ده فين بقى، ماشي. ومراتي يعني الناس اللي حواليا دايما بيخلوني في الموازنه المظبوطه، وبعدين بقى في توفيق من عند ربنا. انا ما اعتقدش ان انا بتعب اكتر او بطريقه اذكى من كل اللي حواليا، والفتره دي ربنا وفقني، حد تاني ربنا يوفقه فتره تانيه يعني.